وش فيهم اليوم؟ ما هي عادة تتكلم عن الوحدة، طول عمرنا عايشين كذا. لا تكون تفكر تتزوج، لا مستحيل. وين راح تفكيري؟ مستحيل تفكر في الزواج. خالي كمل ايوه، تقول لي بعدين. بس انا هدري وين مقفل، مثل ما قلت لك تغرقه في مصيبه تسود وجه. ها مشكله ما لها حل الا عن طريقك انت، مشكله تخطط لها انت براسك لدرجه انه يجيك يعب بدينك يقول لك ارجوك يا راشد خذ كل شيء وطلعنا من هالمصيبه. فهمت؟ الله عليك يا خال، بصراحة لو في منك اثنين احنا عايشين بسلام على هالافكار الفظيعة اللي انت تقول عليها. وانا منين اجيب المصيبة؟ انت جالس تستهبل علي يا خالي، جالس تحلم انت. نم خالي، والله نم مرتاح احسن لك. تضحك علي انت وراسك؟ لا والله، بس يعني هذا كلام. اسمع يا غبي، هذا الكلام الصح افهم، احنا نبي مصيبة. تدري عاد في راسي مصيبة خطة، لو ضبطت معي والله لخلي ركان هذا يحب دينك يحب رجولك بعد مو دينك عشان تحلها له. طيب وش المصيبة؟ انا ما تركتكم تنامون؟ ايش فيكم؟ ايش عندكم؟ وش هالكلام اللي ما يخلص؟ الساعة صارت 3، وبعدين انت يا اخوي الدكتور ما قال لك تنام وترتاح وما تسهر؟ لا بس انه اسكت، انا من زيد ثقافة ولدك انا اتكلم معه، قاعد قصص قديمة. ايه ما شاء الله خالي عنده قصص ومغامرات واجد يعني، وكل ما ابي اروح انام يقول لا اجلس شوي بقولها لك. اسكت كذاب انت، انا لي ساعتين اقول انا مريض شان باخذ الدواء ابي انام. شوف كذاب، قم يلا روح نام. خلاص انت وياه، يلا روحوا ناموا، يلا ناموا الساعة 3. يلا خلاص يا بلدان راح انا مريض ابي انام يلا. اسمع شوف، خلك من المبزرة هذه، امك لا تدري على كلامك والخطط اللي قاعدين نقوله. طيب خلاص يا ابن الحلال، ما عليك والمصيبة دلخ انت غبي، هالمصيبة قايل لك يبي لها مزاج عالي. فقعد اخطط وارتب كل شيء في راسي، شيء في خطة في راسي، لكن ابي اطبخها زين اول واخطط لها وبعدين اقولها لك. زين خالي انت تستخدم شو؟ لا ولا شيء ولا شيء. يلا تصبح على خير. كم نام قبل امك تجي. صباح النوم. صباح الدنيا. تلقى ما يبغى سم اشت. ها ايش عندكم قاعدين؟ كان وراكم شيء. جابر ما لاحظت ان مشاعل متغيره شوي؟ صحيبه حتى يعني سوالفها معاي احس تغيرت. شو اللي متغيره فيه؟ يعني قبل كل يوم يومين نروح نقعد عندها شوي، بس هالمرة كانت غير. هالمرة متمسكة فينا واستقبالها كان غير، وفرحانة ومبتسمة. في الأول سهراتها كانت مملة، كل ما نقعد معاها شوي تتكلم في الشغل وتحسها أنها جدية، بس هالمرة في شيء متغير فيها. معك حق، حتى يوم بغينا نمشي أصرت نجلس وقالتها كأنها ترجعنا وطلبت مني نجلس على الغداء بعد، مع انه مستحيل كانت تسويها قبل. وكانت تقول لك وانت اللي تاخذنا وتودينا، وامي كثير ما كانت ترضى تروح لان تقول ليه مو هي اللي تعزمنا. صح، بس يمكن ما كانت تبينا انا ويا امي نروح نتغدى. لا بصراحه هي دايم تقول لي تعالوا تغدوا عندي، بس يمكن هاليومين بدت تحس بالوحده.
شعل ما تعرفونها زين، كانت الضحكة ما تفارق وجهها، تحب الناس والكل يحب يقعد معاها. بس يبا وش اللي غيرها؟ الدنيا يا ابوك تغير اللي ما يتغير، ما حد يبقى على حاله. الو، هلا هلا بوليدي، هلا 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 وخلاص. يا صباح النور، طمنا عنك يا وليدي، شلونك شخبارك؟ وليه ما طمنت عليك اول ما وصلت؟ والله وصلنا متاخرين يبا. ايه وصلنا بالليل. الحمد لله الحمد لله. الله يسلمك. ايه مدام سوزان ما قصرت ما شاء الله عليها، استقبلتنا بالمطار وكانت مرتبه كل شيء. والنعم والله بسوزان، سلم عليها واشكرها، ترى تعبت معانا. ولا يهمك، انا شكرتها وسويت الواجب، انت بس طمني عنكم. احنا بخير كلنا بخير. هذه امك تبي تكلمك. لحظه. الو، هلا احمد. هلا يمه، شلونك؟ هلا يمه، هلا وسهلا، الله يطول عمرك. انت بس طمنيني شلونكم. انا بخير بصحه وسلامه الحمد لله، ناقصني شوفتكم بس. ادعي لي يمه. الله يحفظك ويسر عليك يا رب ويحميك وترجع لي بالسلامه يا يمه. ان شاء الله ان شاء الله، ولا يهمك، سلمي لي عليهم يمه. ان شاء الله يا عمري ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. بصراحه البيت مره مو حلو من دونه، والله له وحشه. الله يعينه ان شاء الله يوفقك. الله يحفظه. يلا الله يوفقك. يلا قوم الفطور جاهز. الوالد بيسلم عليك كثير وبيشكرك كثير على اللي سويتيه. شكرا كثير، هيدا من ذوقكم، اي شيء بتحتاجه خبرني، انا صار لازم روح بالاذن. ولا يهمك، تفضلي. انت ما تستحي، الحرمه طول ما هي قاعده هنا وانت عينك ما شالت عنها. وش فيك انت احمد؟ تركيا ترى كلها كم نظره بس، هذه من اولها. اسمع عاد، المره هذه عن طريق شخص عزيز على الوالد وعلي، لا تحرجنا معها. اوكي عارفه، الاستاذ جبران. بعدين انت ما تشوف شلون تتكلم، كنا واحد عسكري. اقول عاد نبي ندرس. تبي تدرس انت من جدك؟ انا ودي اخوي، بس صعبه، احد يقدر يدرس مع هذول الجميلات والحلوات هذولي؟ والله انك ما انت صاحي، والله انك ما انت صاحي. اروح اتوضا احسن من وجهك يا ابو البنات. معقول كل هالعز والفخامة سببها فلوس أمي اللي ورثتها من أبوها واخذهم زوجها أبو راكان الله لا يرحمها، وبعدها وصلت لأم راكان وشغلتهم لين صاروا ثروة؟ ليش لا؟ 25 سنة ليش ما يصيرون ثروة؟ أمي تقول حصتها من ورث أبوها خلت أبو راكان يشتري دكان ومخزن في نص السوق والباقي اشترى فيهم ضاعة، وبعد 3 سنوات صار أكبر تاجر في السوق، وللأسف طلق أمي ورماها. هالحقير الجبان الحق لازم يرجع. راشد ايش فيك؟ ايش بلاك انك تهاوش روحك؟ ايه هاوش روحي لاني غبي. عندك هالمسبح هذا كله ما تخلينا نسبح فيه. هذه معك حق فيها، بس اجل سباحتك لين بعد الغداء لاني ميت جوع. يا حبك البطنك يا اخوي، اصبر الجماعه الحين يزبطون لك. ما عليك، بروح اشب عليهم واجيكم. يلا. لا ما قلت لي يا راشد، ايش رايك بالاستراحه؟ ما شاء الله الاستراحه روعه،
بس الله يسامحك، يعني عندك هالاستراحة هالزينة وحارمنا منها. صدقني ما شريناها إلا لنا شهرين، وبعدين يعني تراكم عز أخوياي أنتم خلف، يعني معقولة أنا بحرمكم منها؟ إذا ما أنت مصدقني اسأل خلف. مدام كذا الخير قدام إن شاء الله، والعزائم ما راح توقف بهالاستراحة. يلا خلنا نروح نساعدهم. أبشر بالخير، ومن اليوم اعتبرنا الاستراحة استراحتكم. يلا مشينا. منى يلا تأخرت على صلاة الجمعة، وينكم؟ يا سلام، وللحين ما لبستي؟ وش فيك؟ جابر، الصراحة ما لي خاطر أروح أتغدى عندهم، اليوم جمعة وهذا اليوم اللي أنت تجلس فيه في البيت، خلي هي تجي تتغدى عندنا. معك حق، بس أنا شو أسوي؟ هي المسكينة لحالها وما لها غيرنا، وما ودي أزعلها. ما راح تزعل. يلا يا بابا. انا جهزت، انت تعرف ان انا ما اتاخر. يما وش فيك ما لبستي؟ اسكتي لحظه شوي. ما قلت لك زعلها، بس انا خاطري لو جمعه واحده نجلس فيها في البيت معاك. انا بصراحه حتى الطبخ نسيته، خاطري مره اطبخ لك. يبا والله فكره، كلمها يمكن توافق. خليني اجرب، مع اني حاولت فيها اكثر من مره بس ما وافقت. كلمها وان شاء الله تقتنع، بعدين خلها تغير جو بدل ما هي حابسه عمرها في البيت. معك حق. الو، صباح الخير. صباح النور. للحين في البيت؟ اقول مشاعل، وش رايك هالمره تغيرين جو البيت وتجين عندنا تتغدين عندنا؟ نوال ومنى ودهم تجربين طبخهم. طيب بعد الصلاة تعال خذني. من عيوني، بتنورين البيت. مع السلامة. مع السلامة. لا، في شيء جالس يتغير في مشاعل. وشو؟ ما أدري. أنتوا له الحين واقفين، روحوا جهزوا الأكل. ما قلت لك؟ يلا. كأني من زمان أنتظر مثل هالعزيمة. يمكن معاك حق يا جابر، ويمكن بدأوا يحسون بالوحدة اللي أنا عايشتها. راكان كبر صارت لحياته، مش عليه لو غير جو البيت. أنا راح أتغدى عند أخوي جابر، جهزي عشان تروحين معي، بعد الصلاة بجي ياخذني. أوكي. شو خلف يسوي نفسه يتكلم بالجوال عشان ما يساعدنا؟ الله يهديك أنت بعد يا أخوي، اصدق النية يا أخوي، نظف قلبك شوي. الرجال يكلم مشغول يعني، وبعدين أنت ليش يعني ما أنت حاب الرجال؟ أي حاب الرجال والله، أنك أنت اللي طيب. يا أخي الإنسان والله ما ارتحت له، أبداً أبداً ما ارتحت له. شوف راشد خوينا ما شاء الله عليه، حبوب وطيوب. هذا الإنسان والله العظيم اللي في قلبه شيء. وتقول لي حمد قال لي. خلف! تعال يا أخوي تعال ساعدنا، تعال وش عندك؟ زين زين، جاي جاي. بصوركم. يلا كمال كمال تعال صور صور كمال كمال صورنا، خلي صورنا كمال. يلا 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 يلا, يلا. يا كمال خذ خذ صورنا خذ. وانا عم
يا عمي وين تروح؟ وين تروح؟ بكرة إن شاء الله من أصبح أفلح، توكل على الله بكرة الصبح. خلاص وأنا عمك تطمنت على أحمد وودعته بالسلامة، خلاص أبغى أروح الديرة. إيه تذكر شيء. الحين وأنا عمك صرنا لحالنا، طمني وش أخبار الشركة؟ الحمد لله، الشغل بالشركة ماشي ولله الحمد. الحمد لله. زين أمره كان للحين حاطة راسها براسك؟ والله يا عمي ايش أقول لك؟ لا حط راسي براسها ولا تحط راسها براسي. أنا شغلي ماشي ولله الحمد، وهذه أرزاق. صحيح وأنا عمك، صحيح أرزاق. زين جابر خويك الأولي، وش علومه؟ جابر من فترة ما شفته، وشفته من فترة قصيرة، وحطيت عيني بعينه، شافني وشفته، بس للأسف صد عني ومشى، وهذا اللي حز بنفسي. استغفر الله العظيم. الحين شايل في قلبه عليك حقد وكره؟ لا يا عمي لا، جابر ما يعرف لا يكره ولا يحقد. إذا ما كان حقد وكره أجل السبب اللي في بالي. السبب اللي ببالك؟ وش اللي ببالك؟ الحب أنا عمك، الحب. الحب؟ حب، حب مين ومن يحب مين؟ أبغى أعرف إيش الموضوع المهم اللي خلاكم تنسون صلاة الجمعة؟ أوي صحيح نسينا. تكلم وأنا أبوت في الماضي السعيد في الأيام الجميلة. يا يبا أي ماضي وأيام جميلة، المهم لحقوا على صلاة الجمعة وبعدين تعالوا تكلموا. الله يذكرك بالشهادة. أي والله صلاة الجمعة يا عمي، صلاة الجمعة ونرجع نتغدى والتقيل، وبكرة من أصبح أفلح. روح. أمرت بخير. يلا 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 يلا. أبو أحمد شماغك هناك تحصله إن شاء الله. يا هلا يا هلا مراكان، تفضلي. تسلم يا اخوي. حي الله مراكان حبيبتي. والله البيت ما نور من زمان. منور بصحابه. حبيبتي حبيبتي وحشتيني، تم ما نور البيت. جيتك عندنا تسوى الدنيا وما فيها. حبيبتي وجيتكم بعد عندي تسوى الدنيا وما فيها. انتوا هلي. ربي يسلمك. انا بروح المطبخ اجهز الاكل عن اذنك. يما بجي معاك، عمتي بذوقك اكل عمرك بحياتك ما اكلتي. اكيد حلو مثلك حبيبتي. عن اذنك. تذكرت وش فيك؟ بغيت اطمن على الراكان. خوفتيني. وليه ما يرد؟ ما يرد. شفت كيف ما يرد؟ خير يا يما؟ هلا يما راكان، بس طولت على ما رديت علي، حبيت اطمن عليك. ابشرك انا بخير وعافيه، وهذا انا جالس انا وخوياي ومبسوطين يا يما. ان شاء الله دائما مبسوط. اكلت زين يما؟ ايه الحمد لله يما، ترى خوياي قدامي يما. طيب كل زين، وانتبه على نفسك ولا تتاخر. ان شاء الله يما. تمرين بشيء ثاني؟ سلامتك، مع السلامه. دائما مستعجل حتى ما يخليني أكمل كلام. هاي كلام. أسئلتك هذا الولد صغير وراكان رجال. راكان بيضل في عينه صغير طول عمره. أقول ترى أنا تعبت من الوقوف، تفضلي يلا. يا عمي أنا ما ودي أزن عليك، بس أنت الله يهداك، كل ما أكلمك قلت لي صبر صبر صبر. ليه متى عاد؟ هي صبر صبر، خلنا نهجع، خلنا ناخذ نفس. وراك عجب. أنا بعرف يوم إنك تقول الحب ومن طرف واحد، إيش قصدك؟ يا عبد الله إحنا بشر ومشاعر البشر، وأنا الحقيقة ما كنت ناوي أتكلم في هالموضوع. مشاعر كانت حاطة عينها عليك، بس هاك الأيام لما رحنا نخطبها لأبو راكان وأنت كنت معانا تأكدت إنك ما تبيها، وهذا اللي خلاها تتزوج أبو راكان مكرهة. فهمت الحين؟ صدقني عمي، مشاعر مثل اختي، وما فيه يوم اني وعدتها ولا جبت لها سيره الحب. ادري ادري،
بس لا تنسى يا عبد الله ديرتنا صغيرة والكل يعرف أخبار بعض، حتى أنا وبركان كنا متوقعين تتزوجها، وهذا الشيء له عيب وله حرام. بس فعلا أنا عاملها مثل أختي. أوه ردينا مثل أختي، قلت لك أدري أدري، بس لا تنسى علاقتك مع جابر اللي الديرة كلها تحسدكم عليها، يمكن هذا سبب خلاها تعجب فيك وتمنت تكون زوجها. إيه بس أنا وش ذنبي؟ أدري ما هو ذنبك، وهذا سبب زرع الحقد في قلبها وخلاها تحب الفلوس والشغل. بس ما شاء الله عليها عبد الله، طلعت أخت رجال. ما شاء الله، من هذه أخت رجال اللي تحكون عنها؟ ها أنتي، في غيرك يا بنتي. تسلم يا أبوي، معقولة تحكون عني؟ عفا عليك يا أم أحمد، من في غيرك؟ أنت تاج الراس، أنت الأصل. ما أنسى وقفتك معايا أيام الشدة. تسلم يا الغلب وأحمد. تفضلوا، الغدا جاهز. شاب تفضل تفضل. بخت فرطني مع المرة. ما عليك ترى، تطمن، هاي بنتي وعارفه، ترى أقدر أقنعها تخلي مشاعل جارتها. شو قلت؟ كفو والله كفو، بس تدري عمي قلبي ما يسع إلا واحدة. أقول عمي ليكن وتزوج. هيا هيا يلا. يصير ترى يصير. يا كولايف تفروا يا حبيبي، فروا، ما ابي انتظار. اسمع، شلون الشغل هنا؟ الحمد لله كله تمام، ميم ميم الحمد لله. حبيبي كمار، صراحه انا حبيتك. شكرا شكرا، ودخلت قلبي ما شاء الله، وابغاك تستفيد. انا يعرف انت يجي من بلدكم من هناك تبغى تستفيد هنا. ايوه، تركت اهلك وعيالك عشان تبغى تزبط مصالحك وكذا، وعلى يدي انا راح اضبطك وراح اكلم لك راكان، ولا اقول لك خلي الموضوع ذا بعدين. ايوه انا الحمد لله ما في، كله الحمد لله كله كويس. على يدي انا راح يصير كويس زياده، راح اشغلك شغل تستفيد منه. سلام. هذا القرف هذا مشكله، سوي خير خيرين، خربوطه حق انا. انا كومار. انت ليش ما تبي تشتغل مع اني اعرفك زين، تفهم في شغل المناقصات؟ والله ما ادري ايش اقول لك يا ركان، بصراحه انا مالي بشغل هالبناء وهالعمار، يعني الحمد لله مرتاح في شغلي. اي والله انك صادق يا اخوي، شغل العمار والبناء هذا يوجع الراس. تصدق انا اذا رحت مكتبنا اكثر شيء اقدر اقعد فيه ساعه بس، بعد هزهق واطلع. يعني راشد بصراحه انا ودي القى لي شغله انا اشتغلها واحبها. معقول يعني كل هالامكانيات ما انت بلاقي لك مشروع تحبه وتنبسط له؟ ايش رايك تفتح لك مشروع معرض سيارات؟ مو اي سيارات، سيارات الغاليه، صدقني بترتاح فيه وفيها فلوس. صدق جبتها يا راشد، فعلا فكره ممتازه. واقول لك على شغله مره مهمه، انا الحمد لله لي 5 سنوات في هالشغله ومرتاح فيها، وممكن عاد اساعدك. تساعدني؟ ايش هالكلام، اذا فتحنا هالمشروع ما بيك تساعدني، راح تصير معي مدير المعرض. الله يخليك، انت كذا قاعد تحرجني، يعني فيك الخير والبركه يا راكان. لا لا، الخير بوجهك إن شاء الله، وبنفتح هالمشروع وربي بيوفقنا، وإن شاء الله إذا فتحنا هالمشروع راح تقوى علاقتنا بعد. إيه بس يا ركان، يعني بصراحة لا تزعل مني، يعني بس إنه أنتم شغلكم كله مناقصات والمعرض مكلف مرة، والخوف أكثر إن أمك ما توافق. الظاهر أنت ما عرفتنا زين، الوالدة تحب المشاريع، وأنا إذا المشروع عجبني راح يتم بإذن الله. لا أنا قصدي إنه تخصصكم مرة مختلف، يعني هذا القصد. فمش قصدك، أنت قصدك شغل الشركة. شغل الشركة خلي الحالة، ومشروعي أنا وياك الحالة. في حاجة بيك تعرفها زين يا راشد، المشروع عجبني، ودام عجبني لازم أنفذه. إن شاء الله إن شاء الله خير، إن شاء الله لا جاء وقتها نجلس أنا وياك وندرس الموضوع صح، الحين ما هو بوقته، يعني خلينا نروح نجلس عند الشباب. الشباب لاحقين عليهم، لكن اسمعني زين، ترى بكرة الظهر بمرك وبناخذك نتغدى برا.
ونتكلم في كل تفاصيل الموضوع. صار؟ تم، وأنا أنتظرك. يلا مشينا. ما يرد، أكيد صاير له شيء. يا بنت الحلال إيش بيصير له؟ هو طالع مع أخوياه ويمكن لاهي وتلفونه سايلنت. يا مشاعل، خوفك الزايد هذا ترى بيتعبك أنتي. الحين تلاقيه مشغول ومستانس وأنت اللي حارقة قلبك على الفاضي. هذا اللي شاغل بالي، الشلة والأصدقاء، أنا ما أحب هالأشياء. يا سلام، تبين أعيش قدامك لا يطلع ولا يروح ولا يجي مع شلته؟ قصدي إن بعض الأصدقاء يخربون اللي يمشي معاهم، وانت عارف راكان طيب وثق في كل الناس وأكيد يحبونه، ولما كان ساعدوه في المناقصة وطلعوني برا علشان تعرف ولدي وأخوياه. ألو، هلا راكان. مشيت من عندك عشان تنام، ارجع لقيك سارح وتفكر. ما تقول لي وش تفكر فيه؟ اي والله يا عمي سرحت شوي. لا لا مو صاير شيء. الا انت ناوي بكره الصبح تروح الديره؟ اي والله وانا عمك ناوي اروح للديره اللي انت وهجرتوها ونسيتوها. لا يا عمي ما نسيناها. الصراحه في مفاجأة أنا مخبيها عنك وما كنت ودي أقولها لك، بس لش إنك عزيز وغالي بقولها إن شاء الله. مفاجأة؟ خير، وش المفاجأة؟ أمي أنا أفكر أسوي مشروع قريب من الديرة ومنك. وش هو المشروع؟ مزرعة أبقار ومصنع البان. بارك الله فيك وأنا عمك، اللي تفكر فيه صحيح. أنا قلت أسوي مشروع أستفيد منه وتستفيد منه الديرة وأهل. أهل الديرة، وأنا عمك ما بقى أحد في الديرة، الشباب هجروها، حتى أنت من جيت ما سألتني لا عن الديرة ولا عن عيال أخوك. لأني عارف الجواب، وبعدين يا عمي أنا بين كل شهرين أزور الديرة. صحيح تزورني يا عبد الله، بس ما أنت عايش معانا. تدري وش صاير في الديرة؟ تدري عن مفلح إمام الجامع؟ تدري عن سعد؟ فا صاير يا عمي؟ القلوب صارت مثل الحجر والنفسية صعبة. وراك معبسن بوجهك هالحين ووجهك قال بدأخضر وأحمر وأصفر، خير إن شاء الله. يعني بزعمك إذا سويت كذا تبيني أرجع في كلامي؟ يعني أنا ما أرجع في كلامي أبد، ولازم تكون كلمتي مسموعة في هالبيت. يبا كلمتك مسموعة، لكن وش فيها الحين؟ أنا لو سجل في الجامعة لا حول الله ولا قوة إلا بالله. ردينا على الجامعة، وليش الجامعة؟ أنت ما تفهم ما تسمع، أصقه أنت. أبوي لقى الكلمة لازم تتنفذ في البيت، فاهم ولا لا؟ لو سمحت مالك دخلت، إذا أبوي يتكلم هنا أنت مالك دخل، لا تتكلم. وأبوك قال كلمته وقال اللي عنده، وأنا عند كلمتي وما راح أغيرها أبد. أقول قم بس، قم افلح، عندنا أشغال نبي نخلصها، مهم قبلك قاعدين في البيت. يا أبا مقبل، يا ولد، سعد، سم، حياك. هذا الشيخ مفلح. بروح قم 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 بفتح له الباب. سلم عليه. اكيد بيسمعني نفس الكلام، ماني بطلع عليهم. يا ولدي الله يهديك،
قم لابوك قبل لا يسمعك كلمتين. قم. يا هلا يا هلا يا هلا يا ضحية. يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا. اسفرت من ورت. يا مرحبا. يلا حينات اي موجود. يا هلا والله وسهلا. يا هلا يا هلا والله وسهلا. حياك الله يا شيخ مفلح. حياك الله سعد. تراني ارسلت لك اكثر من مره ابيك ولا جيتني. والله انا يا شيخ نسيت سجيت الظاهر ونسيت. معليش اعذرني. المهم الموضوع بسيط بس انا كنت مارا من هنا. اي قلت امر عليك واسلمك واتطمع عليك وابيك تمرني ابيك ضروري. ان شاء الله ان شاء الله. السلام أبشر. عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله. ايش بلاك يا اخوي وراك قلب من وجهك؟ ايش ذا السلام البارد؟ فيك شيء يا ابوي؟ ولدك ايش فيه يا سعد؟ ما في شيء يا شيخ. لا لا الا فيه. ما له شبه الا فيه. لا تقطع عنه الا فيه. يا عم مفلح الولد هذا مو مضبوط. الولد ذا ما عاد بيقعد في الديره. يبي يهج يبي يسافر يبي يروح للمدينه عشان ايش يقول لك؟ يقول لك بيدرس الجامعه ويبي يدرس كمبيوتر وبيلعب. يبي ساسه يبي ساسه يبي يطلع من المدينه يبي يفرفر. عارفه انا. من الله ونعم الوكيل. ابويا فواز طاعه ابوك ترى واجبه. ابد طاعه ابوك ترى واجبه. لا تطلع من الديره. انتم كل واحد لا تعلم شوي طلع من الديره ولا عاد شفناه. يا حبيبي ركز معنا يرحم والديك. انت ايش بلاك؟ تبي تروح تتعلم انجليزي وفيزياء وكيمياء وتترك اللغه العربيه؟ اعوذ بالله. تترك القران؟ لا 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 ما انت مضبوط. انت وضعك ما بطيب. انت انا شاكن فيك. انا حتى قصتك وشكلك وتركيبتك فيك بلا. انت اسمع مني عاد نهايه الموضوع. اسمع كلام ابوك وانتبه. يا انتبه يا شيخ مفلح. انت ما انت فاهم شيء. مالك علاقه. لا لا خلصنا 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 يا اخي. شو ولدك؟ لا لا ما انا ماني فاهم شيء. ترمني يا رجل. لا 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 ما صار الا الخير. تو صغير ما يفهم. لا ابشر ان شاء الله باذن الله امرك عقب الصلاه يا شيخ. خير ان شاء الله. امرك عقب الصلاه. انا بروح الحين واسال الله ان يهديه ويصلحه. اسال الله ان يهديه ويصلحه. امين امين امين. تمرني ضروري ان شاء الله ان شاء الله. ابشر. استغفر الله العظيم استغفر الله. ان شاء الله. امان الله امان الله. ايش قصتك انت؟ ما تعرف تحترم احد انت. وانا وش قلت يبا؟ ما قلت شيء. مدلع انت يبا مدلع. فتح الباب. اقول اسكت انت. يلا قدامي استانس الحين. لو تبي تروح المدينه عشان تاكل برجر. برجر؟ امشي 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 امشي. يا حول الله الشيخ مفلح ذا متى بيفكنا منه؟ متى بيفكنا منه ويتدخل في كل مواضيعنا؟ اي والله يبينا نعيش مثل عيشة عياله. لولا كان كمل دراستي واخذ شهادة المتوسط واللي بعدها كمان. بس الحق مو عليه، الحق على ابوي. بس انا ما بسمح له. ابوي ليش ما يشوف عمي عبد الله شلون يتعامل مع عياله؟ اللي يشوف ابوي ويشوف عمي عبد الله يقول ذولي مو باخوان. فواز تحمل تغلط على ابوك. ابوك قلبه طيب. صادقه يمه، وانا لا يمكن اني اغلط على ابوي. بس شوف يا عمي عبد الله شلون يتعامل مع عياله. عمي عبد الله ياما كلم ابوي، ياما حاول يقنعه انه يكون مسؤول عني ويتحمل مصاريفي يمه. انت ما تفهم؟ ابوك ما يبقي شيء من احد، يعتبرها صدقه، تفهم ولا لا؟ افهم يمه افهم. بس هذا عمي وهذا ابوي. وابوي ايضا ما يصير الحال. يعني وش المشكله؟ وش المشكله اذا ابوي صاف علي؟ انت ما تبي تفهم. ترى الموضوع ما هو موضوع فلوس، هو ما يبيك تدرس بس. وانا لازم اكمل الجامعه. يمه الله يخليك الله يخليك يمه. حاولي تقنعينا. الله يخليك يا يمه. انا حاول معه بس ربك كريم. ان شاء الله بتكمل دراستك. بس قول يا رب. ان شاء الله يمه. الله يسمع منك. تعالي قعدي هنا. ايوه ارتاحي يمه. ابي مويه. ابشري ان شاء الله. وهذه مويه حق احلى فضه. تفضل. مشتاق اشوف وش ورا هالباب. الله يرحمك يا جدي ابو مفلح. وانا صغيرة كنت اخذني بيدي للسوق وتشتري لي كل اللي ابيه. يا فضة تعالي
قبل لا يجي ابوك. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، بسم الله بسم الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، بسم الله بسم الله عليكي، لا حول ولا قوة الا بالله، بسم الله بسم الله، لا حول ولا قوة الا بالله. الجني هذا ما نوى يطلع من بنتك؟ إلى متى والجني ذا لازقين في بنتنا؟ يا ابن الحلال ما فيها شيء البنت، الله منها مريضة بالأعصاب ومحتاجة للعلاج. ما شاء الله عليكي، صرتي تعرفين في الطب والأعصاب ما شاء الله. إلا بنتك مهبولة وأنت مهبولة، بنتك فيها جني وأنت فيك عشرة. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. بنتك أنا عارف إن وجعها، خذيها غرفتها واقرأ عليها وقفي عليها. اسمع يا مرأة، نظفي هالقزاز، خذي كولي عبي بطنك، تراك أنت معسقرة يبيلك تاكلين. استغفر الله، الله يصبرني عليك وعلى بنتك، أشقق هدومي أرجع من البيت مهبل. يا ليك. سلام. شلونك؟ الحمد لله بخير. خلني ساعدك. لا لا لا، انت الحين ايش دراك اني جاي؟ والله يا عمي انا كنت جاي من هنا وشفتك وقلت اسلم عليك. تسلم علي؟ يعني ما جيت تسال عن عمك عبد الله؟ تبي الجد يا عمي؟ الا جاي اسال عن عمي عبد الله. المفروض من يومين تكونون عنده في الرياض، ليش تاخرتوا؟ والله يا عمي السبب حقيقة أن أبوي ما وافق للحين، وكلها من الشيخ مفلح، هو اللي قاعد يقنعه أنه ما نسافر. يا ذا المفلح، يا ذا المفلح اللي صاير نشبه في كل شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع، خلص شغلك أمرني بعد العشاء نشوف وش نسوي. إن شاء الله صبر. يا تفضلي يما، ايش رايك تطلعين معي برا؟ لا، اذا شافني ابوي بيضربني. يا بعد عمري ما راح يضربك وما راح يسوي لك حاجه، طيب تعالي ساعديني في البيت شوي. دايما تقولي لي كذا، واذا شافني بهذلني ويقول لي روحي على غرفتك. بس بس بساعدك. طيب يلا قوم، يلا قوم، بسم الله، يلا بسم الله. ايوه عافيه على بنتي، عافيه. اللي ما يهتم بالقرآن لا يحضر عندي، لو أنك في المدرسة كان حفظت الفيزياء والكيمياء والأحياء، لأن طول عمر هذه فيها شهادة نهاية السنة، لكن التحفيظ عادي عندكم. ارفع صوتك وخليك واثق من نفسك، لو أنك تراجع في البيت ما تردد. اقرأ وارفع صوتك. فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربك ما تكذبا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حرم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ليش متأخر؟ والله يا أستاذ أبوك كان تعبان ورحت نادي أبوي. رحت تنادي أبوك؟ تمشيه علي الكلام ده؟ اسمعوا، أنا حذرتكم أكثر من مرة لحد يتأخر. كم مرة قلت لحد يتأخر؟
فاهمين ولا لا؟ لا اجي هنا والقى احد متاخر ويجي بعدي. يلا جسم طق. جايتي قهوه انت؟ وين قرانك؟ افتح القران. وش هذه؟ هذه القصه ما تصل عندنا، بكره تحلق على الصبر. استغفر الله العظيم. اخلص! ارفع صوتك! هذا القران اعد من الاول. فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ربكما. وين تروح انت؟ وين تروح انت؟ ها؟ دجة في الشوارع.